سكيكني، كرة تلعب وتلعب عالية، محاولة خطرة، جول جول أيوب عمر يتسبب بتسجيل هدف في مرماه. أيوب عمر نعم هو من يتسبب بتسجيل الهدف في مرماه. أوفسايد ما في، ممتاز المخيني هناك، ولاحظ لاحظ حارس المرمى أيوب فكر بأنها برا، ولكن الكرة لم تغادر لم تغادر، البرازيلي هيأها والمغربي يضعها في المرمى. بدر قشاني، إذا بدر قشاني يسجل هدف أولاني قبل الذهاب للشوط العادل، يبحثون عن عدم الخسارة، لا يريدون، هكذا هم الفجراوية وجماهيرهم من المنتظرين. لويس جول جول، هكذا الفجراوي لم يتأخر كثيرا سجل البرازيلي، تعادل الفجراوي 1-1 الآن، 1-1. لويس مر وأطلقها، شوف التمريرة، شوف اللعبة، هذا هو لويس، سدد على شمال العطر، سجل هدف في مرمى فريق العروبة. عادت الأمور إيجابية، تعادلوا الآن 1-1. قايل لكم بأن الأمور لن تنتهي بهدف، هنا محاولة الآن.